اسمح لي ينضم معنا على الهاتف مباشرة الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية. أستاذة فريدة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيك، وكل سنة ومصر طيبة والأمة العربية كلها طيبة والإنسانية طيبة، بأن تزول منابع الشر اللي احنا شايفينها. إن شاء الله ما بين الماضي والحاضر هناك ذكريات لا تنسى في سجل انتصارات أكتوبر، ونحن تحديدا نتحدث عن مسألة تجهيز القوات المسلحة وتجهيز الشعب المصري كله في الفترة ما بين 67 و73، وكنا نتحدث مع ضيفنا في الاستوديو العقيد حاتم صابر عن مسألة الخداع الاستراتيجي وكيف كانت أهميتها في هذه المرحلة. يعني إذا استدعينا مع حضرتك بعض من هذه الذكريات. شوف، أنا يعني من أهم أيام حياتي يوم 9 يونيو مساء لما نزلنا هزمنا الهزيمة، وكان محدش فاهم الرسالة دي. يعني الشعب المصري قرر الانتصار، وكانت الإرادة المصرية إن الملايين ملأت الشوارع، وقلنا هنحارب مش هنقعد. أنا رأيي إن دي كانت أول خطوة في طريق العبور. بعد كده حرب الاستنزاف، أنا عشت في فرنسا 27 سنة وكنت موجودة لما كان أيام حرب الاستنزاف قبل انتصارات أكتوبر وأيام انتصارات أكتوبر، فكانت إسرائيل يعني ليصة من حرب الاستنزاف، وكانت ما عندهاش يعني كانوا بيعيطوا على الشاشة، إن على شاشة التلفزيون الفرنسي، إن هم شعب جيش، يعني هم مش شعب وجيش، لأن هم كلنا عارفين إنهم بيستجلبوهم من كل البلاد العالم، إنجلترا اللي جابتهم، وبالمقولة الخادعة الحقيرة إنهم إدوا الشعب بلا أرض، إدوا أرض بلا شعب. يعني إنجلترا دي والغرب كله الحقيقة عمره ما كان مواقفه شريفة معانا أبدا يعني. فإحنا عملنا حرب الاستنزاف العظيمة اللي قادت بعد كده إلى العبور، لأن جيشنا وشعبنا كانوا وحدة واحدة، وهو ده رهاننا. يعني إحنا اللي فاهمينه دلوقتي الإسرائيليين، ولذلك لما الرئيس السيسي أعلن إن التهجير إلى سيناء خط أحمر فهم، يعني ما حدش خربش في القرار ده. ربما النهارده نعم اتفضلي يا فندم. يعني احنا النهارده كلمتنا مسموعه بفضل انتصارنا العظيم، وبفضل ان الانتصار ده ما وقفش. يعني احنا دلوقتي مع الرئيس السيسي ان الانتصار ده لازم كل يوم يضاف انتصارات، وكل يوم يتوثق ويترسخ في اذهاننا بان احنا شعب يعني ما حدش يقدر يقهره باذن الله ابدا يعني. ان شاء الله. يعني حرب كانت حديث العالم كله. ان شاء الله. اسمحي لي اخذ من كلام حضرتك استاذه فريده، وتحديدا في جزئيه اهميه بناء الدوله واهميه بناء القوات المسلحه. التهديدات لا تنتهي، و من ساعة 67 والدولة المصرية في مقدمة أولوياتها، أو من أهم أولوياتها، هي تعزيز القوات المسلحة وتطويرها الدائم. كيف يمكن أن نربط ما بين الاستعداد لحرب أكتوبر والاستعدادات للتهديدات المستمرة جيل بعد جيل؟ الوقت الاستعدادات المستمرة والتركيز على تسليح الجيش بأحدث الأسلحة وتدريبه، اعظم التدريبات زي ما بنشوف دلوقتي حتى في التلفزيون، ده للمستقبل. يعني انا عايزه بس انبه لحاجه، لان انا عشت يعني الفتره دي، ان حرب يونيو ما كانتش اسرائيل اللي موتتنا وضربتنا، كانت اسرائيل وكل الدول الغربيه بما فيهم واولهم امريكا. كانت الطيارات بتطلع من قاعده هويلس في ليبيا حتى أمريكية وحتى العلم الإسرائيلي، فهم كانوا عايزين يحسسونا إن إحنا يعني ضربة واحدة خلاص. لأ، إحنا اللي ضربنا كل العالم المعادي لينا، ومع ذلك زي ما بقول لك هزمنا الهزيمة وقفنا وقلنا لأ هننتصر، وبدينا الحرب اللي أذاقتهم المر كله، وكمان محاولة
تصنيف المصريين وتفريقهم بين مسيحي ومسلم اللي عمل الخطة بتاعت هدم خط بارليف بالمية، اللواء زكي بقي يوسف اللي هو مصري لا. مسيحي. كنا في سياق الذكر عنه إسرائيل لما إسرائيل لما بتيجي تضربنا ما بتقولش القبطي هنا والمسلم هنا، بتضربنا كمصريين. فإحنا سنظل دائما في مصر نسيج واحد، قوتنا قوتنا في وحدتنا. مظبوط. الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية، أنا بشكر حضرتك جدا لانضمامك معنا في هذا اليوم العظيم، يوم ذكرى نصر أكتوبر 51.